مشوار درب وطال وشوقه كتير أسفان بيعتم الليل شفتك جاي عأحلامي سكنت بقلبي وبكياني يا حب خليك بحياتي لا لا تروح بقلبك على طول خليني من الهوى يلا لارا تعالي معي لجوا هلأ. لا 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 يلا فوتي باليمين وبعدين تفشي هاي الزبدية وشوي بس لجوا. ايه هاي استني شلحي لي برجلك. الظاهر انه انا لازم اعلمك كل شي لارا. انا ما بدي اتعلم اي شي، قولي لي بسرعة شو اعمل وخليني اخلص. طيب اسمعي كنتي، بتحطي رجلك اليمين قدام وبعدين بتدفشي الزبدية شوي صغيرة مفهوم؟ وانتبهي مو كتير. نسيت شو قلتي، يمين أو يسار؟ يا ربي يمين يمين. فوتي يلا. هلأ صارت فوتك على هالبيت نظامية يا كنتي، وهيك السعادة كمان رح تفوت معكن. ايه أنا في الخدم اجوا معي على فكرة وجايبين الشناتي. شو هاد؟ شو عم تعملوا؟ خليكن مكانكن، حطوا الشناتي تركون من ايديكن لشوف، تحملوا حالكن فورا وبترجعوا على البيت. يلا روحوا. دقيقة خليهم يفوتوا الشناتي لجوا. لا تخافي في عنا حدا هون بياخد الشناتي. شو هاد؟ لسه ما رحتوا، يلا طلعوا لبرا، طلعوا لبرا بسرعة يلا. بفهم إنه في خدم بهذا البيت؟ خبريني، ممكن تقليلي وينهن؟ استني شوي هلأ بتشوفيهن. وينهن؟ تعالي امشي معي، يلا يلا امشي يلا. تعالي كنتي، وصلنا. ما في حدا هون. ايه مو هون، طلعي لهنيك. بنتي اللي عم تطلعي عليها هي اللي رح تعمل كل الشغل يلي هون بالبيت. يعني بفهم انه حضرتك بدك يعني يكون خدامة بهذا البيت؟ لا لا يا ربي شو هالحكي هاد؟ انتي مالك خدامة، انتي كنتي يا حبيبتي كنتي. ايه المفروض انه شغل البيت تعملوا الكني وبس. انا ما رح اشتغل شي هون، انا رح نادي للخدم اللي عندي. ناديلون ناديلون، اول ما يفوتوا من هاد الباب انا رح خليهم يطلعوا فورا. ما في اي حدا بيفوت على هذا البيت من دون إذني، أنا عم تفهمي؟ ولا حدا كمان بيطلع من هون من دون إذني. يلا إذا بدك فيك تناديلن لارا، بس صدقيني وقتها أنا رح رجع الشناتي كلياتن معهن، عم تسمعي؟ ورح خليكي تلبسي الساري القديم المشقوق تبعي. رح تناديلن؟ يلا كنتي خدي هالشناتي هدول ورتبيهن مكانهن منيح ماشي؟ يلا حبيبتي أنا مشغولة، اليوم المساء عاملين مراسم الترحيب بالكنة. يا ربي دخيلك، عن جد كل شي عم بصير بسرعة وأنا ما لحقت أتصل بحدا. المفروض هلأ إني أقعد وأتصل بكل الضيوف وروحوا جيب لي كم شغلة. ضبي شناتيكي هلأ وأنا بعمل باقي الترتيبات. يلا كنتي رتبي كل شي منيح يلا. على شو عم تطلع؟ شايفتك ناتعلي هالطول على الفاضي، ما تروح وتساعد مرتك؟ لك روح تضرب بهالراس.
هذا معناه إنه لارا رح تعيش بقسم الخدم مدة 6 شهور، وهيك رح تكون قريبة من رشا ومن سامر. أنا ما خططت لهالشي، بس لازم استغل هالوضع بشكل كتير منيح وما روح على حالي هالفرصة. أنا هلأ كتير ضروري إنه دمر حياتها لرشا. رشا، أنا عم حاول أشرح لك إنه ما تهتمي لحكي لارا أبداً. هلأ هي معصبة منك بس مو أكتر. أنا معقول اهتم لحكي لارا أو أزعل منها مثلاً؟ أنا بس زعلانة لأنها تستاهل حياة أحسن بكتير من الحياة اللي هي حصلت عليها هلأ. أختي تربت إنها تعيش أميرة، كيف بدها تعيش بمثل هيك بيت صغير؟ وأنا هذا اللي كنت مستغربته، ومثلك زعلت كتير بصراحة. لهيك كنت عم فكر إنه لو على القليلة حفلة ترحيب فيها يصير عنا هون بالبيت، بس بعدين قلت يمكن حدا تاني يتضايق. قلي لي أنت شو رأيك رانيا؟ يعني في حدا ممكن يتضايق؟ إذا منعمل حفلة لارا هون شو ممكن يصير برأيك؟ يمكن تعمل مشاكل أو شي مو منيح؟ بصراحة نحن ما فينا نضحي بسعادة رشا، ما هيك؟ لا، نحن شو بدنا أحسن من إنه نعمل حفلة أختين بنفس الوقت والمكان؟ يعني إذا هالشي بيفرح لارا فصدقني أنا ما عندي مشكلة بنوب، حتى لو الحفلة كم ساعة. طيب إذا هيك فخلص صار كل شي منيح وما في مشكلة. ماشي رشا، ليكي بنتي أنتي روحي جهزي حالك، أنا بهتم بباقي التحضيرات. حاضر. هاي شو هاد؟ هدول كلهم لقليك؟ ايه جبت شوي من البيت. هدول بس شوي؟ انا ما بدي اياهم هون. اسمعني. اسكتي، يا اما انتي بتضلي بالبيت يا اما هنين، اثنيناتكم ممنوع. ايه معك حق، لانه ما في عندك اي مكان بهالبيت، قاعد عم تتباهى بمصاريك ومع هيك ما فيك تشتري بيت احسن. لك انت ما بتعرف تعمل شي. انا قاعد هون لانه امي ساكنه هون، فهمتي؟ ايه صح، هذا البيت بيناسب امك. لك انا حمام الغرفة عندي اكبر من البيت كله، ما في شي هون، لا مكيف عندك ولا مروحة. هي قليلي شو انتي نعميتي شي؟ ليك المروحة قدامك. ها ومن كل عقلي قاعدة عم ناقشك. شو مفكرتيني مثلا مبسوط فيك يعني؟ حتى لما بشوفك بنزعج. شو هاد، خليكن ساكتين انتو الاثنين، ما فيكن تتخانقوا مثل ما بدكن. اجلوة لبعدين. أنا هلأ لازم روح لحتى أعمل مراسم الترحيب بالكنة، لهيك لازم جهز الكنة، اتفقنا؟ مشان اسمعي كنتي، أواعي الشباب اللي لابستيون ما بيمشي حالهم معي. أواعي الشباب التيلي؟ إيه قصدي القميص والبنطلون مو مناسبين للمراسم. المفروض إنه الحمايب هاليوم تقدم ساري لكنتك هدية إلها، والكنة ضروري إنها تلبسه. ليكي هاي الساري والصيغة والأساور، أنا رح أقدم لك ياهن ماشي، ولازم تلبسيهن، تعي شوفيهن. يلا خديهن، البسي الساري وجهزي حالك لشوف. هذا الساري أنا لازم ألبسه؟ لا مستحيل. لك أنا عم بأمرك ولي؟ أكيد ماني عم بأخذ إذنك. يلا البسي الساري وجهزي حالك بسرعة. أنا مستحيل ألبس هذا الساري، في عندي كثير، هلأ أفوت بلبس واحد منهم. إيه لا، بدك تلبسي هذا الساري ودغري هلأ فوراً. وإذا ما بتروحي تلبسي هذا ساري وقتها شو؟ وقتها دغري بتصل بالمحامي وبقله إنه حضرتك حتى ما عم تحاولي تحافظي على الزواج. وتخيلي شو بيصير؟ بفهم إنه أنتي عم تهدديني؟ أنتي لسه ما بتعرفيني بنوب، أنا بقدر أعمل أكتر من هيك حتى. خلص أنتي رح تفهمي كل شي مع الوقت. يلا خدي هذا الساري وروحي لجوا، جهزي لي حالك بسرعة. يلا لشوف. يلا بقى. ايه بسرعة. الله يسعدكن ويحميكن ويبعد عنكن الحسد. ديما قلي لي، خلصتي كل ترتيبات حفلتك؟ يا ربي، معقول اجيتي لهون لتسأليني هالسؤال؟ كنت عم قول لحالي بما انك ساعدتينا كتير بمراسم عيلتنا فكمان لازم اني ساعدك بشي شغلة. صحيح، ليش ما بتعملي هالمراسم عنا؟ يعني قصدي البيت عندك مو مزين لأنه ما عندك وقت، بس بيتي مزين لهيك تعي لهنيك. يا ربي عن جد؟ بدك إجي عبيتك؟ كنت عم قول إنه هن نتزوجوا بنفس المكان والزمان،
فخلي المراسم مع بعضهم كمان. بصراحة أنا لهلأ ما عم بقدر صدق إنه أنت اللي عم تحكي هالحكي. ماني مصدقتك. مو أنا اللي قلت هالشي، رشا هي اللي اقترحت وهي اللي بدها هالشي. إيه هيك مزبوط، كنت أحكي من الأول. إيه خلاص، لكن المراسم وحفلة الترحيب بك أنت رح تكون عندك بالبيت. هاي دقيقة بس، أنت شو عم تقولي؟ ماني راي. لك يا أهبال، ما في داعي تيجي، هاي الحفلة للنسوان بس. طيب، اعملوا اللي بدكم يا وأنا رايح. طيب، نلتقي المساء عنا بالبيت؟ ايه ايه، أكيد. رشا، نحن بهذا البيت منقدم هدية للكنة بوقت التعريف عنا، بس أنا ما رح أقدر أجي لهنيك لأن هي حفلة نسوان، لهيك خدي هديتك هون. تذكرتين على أوروبا مشان شهر العسل مع سامر. المكان حلو ورح يعجبكم كتير، وهنيك رح يكون في وقت أكتر تقضوه مع بعضكم. ضبي أغراضك بسرعة لأن الرحلة بعد يومين. بابا بابا، ما فينا نروح. شو قصدك يا ابني؟ العرس والمراسم خلصوا، فليش لحتى ما تروحوا؟ بصراحة رشا مبارح قالت لي إنه هاد أول عيد لإلا عنا، وما بصير إنه الكنة هي ما تكون بالبيت بهذا العيد. وبصراحة أنا وافقت برأيها بابا. رشا، أنت حابة تضلي هون يا بنتي؟ إيه؟ فينا نأجل الإجازة لبعدين؟ يعني هذا أول عيد إلي بالبيت معكن، ولهيك لازم كون هون. طيب، خلوا التذاكر واختاروا الموعد اللي بيناسبكن وغيروا الحجز. شو؟ شايفة إنه لساتكن هون؟ هلأ صار وقت المراسم والضيوف هلأ قربوا إنهم يوصلوا. يلا، لازم تعملوا تحضيرات لنرحب بالضيوف. أنا بهالوقت رح جيب كنتي وإجي لهون. عمتي، قلتي لي كنتك؟ إيه لارا، ومين غيرها؟ لارا جاية؟ ليش انت ما حدا خبرك؟ هذا أمر من المحكمة، هنن متزوجين نظامي والمفروض انه زواجهم يضل 6 شهور على الأقل. لهيك نحن بهي المناسبة قررنا انه نعمل حفلة الترحيب بك انت وحفلة تقديم رشا مع بعضهم. وليش ليكونوا مع بعضهم؟ لأنه رشا مرتك هيك بدها. شو صار لك ابني سامر؟ ما حبيت الفكرة؟ ولا يهمك، المهم ما تتضايق، رح أعمل حفلة لارا عندي بالبيت. إيه يلا. لا عمتي، إذا رشا هيك بدها فأبدا ما في مشكلة. شفتي رشا بنتي؟ هاد هو بالضبط الزوج الحنون حبيبتي. أنتي محظوظة كتير يا بنتي، الله يهنيكي. وهلأ أنتو بلشوا بالتحضيرات، برجع. عمتي أنا رايحة لأعطي التذاكر لسامر. سامر، سامر دقيقة بس. سامر، على الأقل اسمعني شوي. أنا ما حكيت معك شي رشا، ليش لا تبرري لي؟ نحن ما عاد يكون في بيناتنا أسئلة ولا حتى أجوبة. متذكرة لما قلت لك مبارح إنه يمكن الحب يلي بيناتنا من قبل ما عاد يرجع؟
أنا حتى شايف إنه ما في أمل. انسي أي شيء اسمه حب رشا، نحن ما عاد في أي شيء بيناتنا ولا شيء. انتي ليش جبتيني لهون على هالبيت؟ لانه مراسم حفله الترحيب رح تصير هون بهذا البيت لارا شبك. ليش؟ ليش لتصير هون؟ يا ربي شو هاد؟ بزمانات وبأياماتي كانت الكنه تحني راسها وتقول ايه 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 على كل شي بيقولوا، بس بهالوقت هاد كل ما قلنا لها شي بتبلش كيف وليش؟ لا ليكي، كل العالم هون بدها المراسم تنعمل سوا بنفس المكان والزمان. ايه هي لحظة سعادة. يلا شيلي هالتأشيرة عن خلقتك لشوف، وغطي راسك بالشال اللي عندك. شو؟ غطي راسك بالشال هاد. يلا تمام منيح هيك؟ ايه. لك شبكي صار لازم الناس يحسوا انك صرتي متزوجة. يلا يلا. خليني شوفك لآخر مرة لحتى اشبع منك. من هلأ ورايح لا عاد تشوفيني ولا عاد تسمعي صوتي حتى. شو عم تستنوا لهلأ؟ يلا خلينا نبلش الطقوس. هذا هو. اي ليك وهذا هو البيت. وصلنا على البيت. وصلنا لكان. يلا يلا خلينا. يلا يا جماعة يلا تفضلوا. ليكنا وصلنا. يلا بسرعة تفضلوا فوتوا لجوا. يلا. ليكن ليكن. يلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا تعالوا. يلا خم هالبيت. يلا خم هالبيت. شو من هدول اللي اجوا؟ يلا فوتوا. مرحبا. مرحبا مرحبا. اهلين. شي حلو. اهلين يا سلامكم. مرحبا. حلوه ما هيك؟ شايفه كثير حلوه عن جد. مين هدول؟ ليكي انت دائما بتسالي اسئله زياده. هالجماعه شوي من قرايبيني هون وفي رفقاتي كمان، لازم انه كلهم يجوا. فيكي شي؟ تفضلوا. يلا تفضلوا. رانيا شو مين هدول الناس؟ من وين جايين؟ بصراحة هاي الخدامة وكنتها وشوي من القرايبين تبعنا. طيب شو عم يعملوا هون بالبيت؟ هنن التنتين تزوجوا بنفس الوقت وبنفس المكان، لهيك قلت خليني أعمل لهم الحفلة اتنيناتهم عندي. بس رانيا أنتي مو معقولة عم تعملي جمعية خيرية ببيتك؟ شو أعمل؟ لما يكون الواحد متعود على فعل الخير فهالشغلة ما بتروح بسهولة. Thank you.
شو هالحلو؟ مبين عليها أجنبية. قليلي كيف قدرتي تجيبي هيك كنة حلوة مثلها؟ إن شاء الله ما حدا أبداً يصيبها بالعين. وين بتشتغل يا ترى؟ يعني أنا بعرف كل الخدم ولا مرة شفتها هون. هي وين بتشتغل؟ قليلي. ليكي أنا إذا حابة تشتغلي فقليلي، بقدر دبر لك شغل بمكان منيح. لا حبيبتي أنا كنتي ما رح تشتغل أبداً بهيك شي. شغل ابني كتير منيح ورزقته منيحة، ما في داعي للشغل. كنتي رح تدير بالها على البيت وبس، عرفتي؟ ليكي حبيبتي انتبهي على الهدايا. لارا 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 لارا، أنا آسفة، أنا متأكدة إنك زعلانة من اللي صار. أنا بتفهم هالشي هاد. ماما؟ أه؟ رشا إجاها مصاري كتير كاش، ليكن؟ شي كتير حلو، بس حبيبتي شو بدنا نعمل بهالمصاري؟ نحن الله رازقنا مو ناقصنا شي. تعرفي شو لازم نعمل؟ نحن لازم نعطي هدية رشا للارا أختها. البيت يلي رح تقعد فيه صغير كتير وناقصه كتير شغلات، ما بعرف كيف رح تقعد فيه، وكتير شوب كمان. على الأقل إذا أخدتهم بتشتري مكيف وبتشتري براد للبيت. ماشي يلا خدي هدول من رشا. لو سمحتي أنا ما بدي أي شيء من هذا البيت، لا اليوم ولا حتى بعدين. شكراً كتير إلك. شو كنتي؟ استني شوي، لوين رايحة؟ أنا هلأ بدي روح من هون. مو خلصت المراسم؟ خلص يعني ما في داعي ضل أكتر. استني خليهم معي. معقولة؟ لارا لارا ليش هيك رايحة؟ شو ليش؟ لأنه ما في داعي ضل هون دقيقة زيادة. كل شيء أنا بستاهله صار إلها، صار إلها هي وبس. أنا غيرانة ومتضايقة لأني شفتها عم تاخد هالشي مني. حبيبتي الشي اللي صار ما فينا إنه ما في حدا غيري عم يعاني من هالموضوع، والله أعلم فيني. لازم هلأ أضل بهالبيت المقرف ولازم إني أتحمل هدول الناس الجاهلين كلهم. صدقيني بقدر أتفهم وجعك، حتى أنا عم أتوجع كتير لأني عم شوفك بهالحالة هاي. لارا الحق علي، أنا يلي اقترحت إنه نعمل الحفلتين عنا بالبيت. قلت على الأقل بتقدري تطلعي شوي من هداك الكوخ الصغير اللي أنتي قاعدة فيه. أنتي قصدك الفكرة فكرتك؟ ليك يا حبيبتي أنا اقترحت هالشي هاد، بس رشا كانت مصرة وأصرت كتير. هلأ فهمت ليش هي كانت مصرة على الفكرة هي ومتمسكة فيها. أكيد عرفت إنها بهالطريقة بتقدر تهينك. أنا آسفة كتير ما فهمت وقتها. ولا يهمك، بسيطة، ماني حاطة الحق عليكي أنتي. هالشي كله عملته رشا. لك هالبنت بتتصرف وكأنه ما بدها إلا سعادة كل اللي حواليها، بس بالحقيقة هي ما بتعمل أي شيء ولا بتحكي إلا إذا إلها مصلحة فيه. أنا هلأ مضطرة أني أبقى معه وشوي شوي رح أعرف حقيقتها. لا مو صح، هلأ ما في داعي تضلي معه فترة طويلة. هي عملت كل اللي عملته وهلأ صار دوري، ورح حاول قد ما فيني خليها تتوجع، وأكتر بكتير من الوجع اللي خلتني أني حس فيه من زمان. Thank you.
جوا. يلا روح من هون دغري ولا رح اضطر اني. ليش لروح؟ هذا بيتي فهمتي؟ لا ماني طالع. انت ليش جاي لعندي؟ اسمع خليك عندك والا اصحك تفكر تقرب مني. عم تسمع؟ يلا اطلع من هون عمالة. خليك عندك والا لا. ليك قلت لك لا تقرب والا انا رح اقتلك. عم تسمع؟ عم حذرك. يلا روح من هون روح. يلا انا ماني ناوي اقرب عليكي ابدا. انت شو مفكرة حالك؟ انا اذا بدك حابب بعد عنك. انت مستحيل حدا يقدر يحبك اصلا. عم بتدوري على لارا؟ كانت هون من شوي بس هلأ راحت وأنا ما منعتها. شو كان فيني إلا يعني؟ بدي إلا مثلاً إنه لا أخليكي قاعدة هون مع الخدم وصيادين السمك؟ هذا ظلم كبير، ما هيك؟ لا تفكريني إنه ماني فهمانة لعبتك الجديدة يا مدام رانيا. أي لعبة؟ ليش؟ أنا شو عملت؟ كل شي مكشوف. عم تحاولي تزيدي الكره يلي جوات لارا لقلي، ولهالسبب خليتي المراسم تصير هون لحتى تقدر تحس أكتر بالوجع يلي صار بحياتها. انتي ذكية وفهمتي علي دغري. المهم عملت كل اللي كان بدي أعمله وهذا رد على اللي قلتي لي إياه وزعجتيني فيه الصبح. في أخبار حلوة لألك، لارا هلأ صارت تكرهك أكتر من قبل. انتي دائماً بتنسي شغلة مهمة. شو؟ إنه الكره يلي بيكون أساسه الكذب ما بيدوم لفترة طويلة. عندك ثقة كتير أنا كبيرة. طبعاً عندي ثقة بتربايتي وأنا يلي ربيتها للارا. أنت فيك تعملي ألعيبك بس بالأخير حبي إلها رح ينتصر. تأخر الوقت وسامر ما رجع وما عم يرد على مكالماتي. سامر انت منيح؟ سامر انت؟ ايه رشا أنا شربان؟ سامر؟ سامر؟ سامر سامر انت ليش عامل بحالك هيك؟ يعني شو بدك يعني اعمل وانا بهالحالة؟ شو بدك اعمل لانسى كل شي رشا؟ لحتى انسى انه اللي حبيتها خانتني بعد كل شي؟ أنا شربت لأنسى إنه زواجي هاد كان عن جد بيخجل وكتير. أنا بس بدي أنسى كل شي رشا، أنا بدي أنسى كل شي بس
الناس غلطوا لما قالوا نشرب لننسى. أنا وجعي بعده هون يا رشا، يعني لساته على حاله يا رشا. وإذا بدك عم بيزيد أكتر. سامر! ليش يا رشا؟ ليش سببتي لي كل هالوجع؟ شو يلي كان ناقص بحبي إلك رشا؟ ليش؟ ليش عاقبتيني بهالقسوة هي؟ أنت كنتي كل شي عندي، كل شي بالنسبة إلي. بس للأسف أنا ولا شي إلك، ولا شي أبدا. لا سامر، أنت لا تحكي. هلأ أنت ما بتعني لي ولا شي. سامر! ولا شي رشا، ولا شي رشا. أنا بحبك كتير رشا. ليش عملتي هيك؟ شو اللي صار لك يا سامر؟ حبيبي سامر ما كان هيك أبدا. اللي ليش عم تعاقب حالك على غلطي أنا سامر؟ صدقني إني عم أتوجع لما بشوفك بهالحالة هي. أنا فهمانة كتير منيح اللي أنت عم تعاني منه، بس اللي أنا كيف بدي وقف جنبك وأنت ما عم تخليني أقرب منك؟ أنا مستحيل إني أقدر خليك تدمر حالك هيك. أنت كنت سندي طول الوقت، وأنا هلأ رح كون سندك. بكرة رح يكون يوم جديد وفيه أمل كبير إلنا. صارت 9، صار مارق 3 ساعات من وقت ما الدنيا فائت وكله بالشغل. بس اطلعوا عليها، لهلأ ما استوعبت إنه الدنيا صبح. أنا بظن إنه لازم اشتغل كتير لحتى أقدر حسن سلوك كنتي. يلا كنتي حبيبتي، يلا قومي، صار الصبح بكفي. كنتي قومي. تركيني نام، ما بدي أقوم هلأ. بدك تنامي؟ صارت الساعة 9. طيب هلأ نامي. يه، شكلها من النوع اللي بينام مثل الجواميس. لازم لاقي طريقة تانية، طريقة لحتى خليها تفيق وما تضل نايمة أبدا. بس شو هي؟ أكيد هلأ رح تفيق، ما رح تضل نايمة. لك شو هاد؟ هاي غنية. حاولت فيقك بطريقة لطيفة، ما مشي الحال، لهيك اضطريت اني الجأ لهي الطريقة المزعجة.
ليكي طلعي لسه الساعة 9 الصبح. ايه 9 ليكون مو عاجبك. الدنيا كلها فائت ولا عنده شغل راح اشغله الا انت لساتك مدفوسة. انا بدي نام للساعة 12. هالشي كان ببيت امك بس هون بيت حماكي لازم انك تمشي على البرنامج يلي عنا. شو عم تعملي؟ لا هيك منيح وخلي حدا يجي يمنعني نام. يا ربي وأخيرا خلصنا من العرس مشان نخلص من العجقة. خد هدول وزتهم برا يلا لشوف. عن جد تعبت طول الوقت سامر ورشا، رشا وسامر وعادات وتقاليد، مو معقول كان كتير جنان. مين اللي شق هدول ورق شقف صغيرة وزتهم هون؟ أكيد هدول وقحين. هي التذاكر اللي عطاها شادي لسامر ورشا لشهر العسل، مين بده يشقها هيك؟ لحظة شوي، رشا أخدتهم وراحت لحتى تعطيهم لسامر، بس ليش ليشقهم سامر؟ أنا متأكدة إنه في شي عم يصير بيناتهم ولازم أعرف شو هو وما استنى أبداً. يمكن تكون هاي الفرصة يلي عم بستناها طول الوقت. وين اختفوا العالم؟ مو مشكلة. هالختيارة مو تركتي لي أكل، شو بدي أعمل؟ أنا جوعانة كتير. لك لإمتى بدي ضل عم اشتغل؟ آه؟ أنا ما لقيت أكل بالمطبخ. إيه عادي حبيبتي، ما أنت اليوم اللي رح تطبخي. شو؟ أنا؟ مثل العادة أول يوم لازم أنتي تطبخي للكل، وأنا عزمت كتير ضيوف لعندي. وقفي هالمسخرة، أنا مستحيل أطبخ شي، انسي. هالبنت ما بتقدر تعمل أي شي بدون مشاكل. روحي شوفي أختك رشا، أختك عملت كل العادات بلطافة كتير كبيرة، وكمان طبخت للكل أول يوم وهي مبسوطة. طلعي طلعي وتعلمي منها. اصحك تحاولي إنك تقارنيني فيها، عم تسمعيني؟ هي ما بتعني لي أي شي أبداً. ولك انا ما عاد بدي اكل اي شيء، بدي اقعد لحالي. هي هي هي، ما بدي مشاكل هون ماشي. انا مليت من نقك ووجعني راسي، اعملي اللي بدك اياه امي هالمره خلصينا. شو عم تقول انت؟ مو بس هالمره، لسه في 20 يوم عنا فيهم شغل كتير. 20 يوم؟ ايه، حفله الاستقبال وحفله الحلو وطحن البهارات وحفله الكركم وطبخ الاكل وشغلات كتيره غيرهم. ماما خلص بقى انسي، يعني نحن ما تزوجنا عن جد. إذا بتعمل أكل للكل وبدون تردد ما في مشكلة، وإلا رح خليها تشتغل كل الشغلات الباقية. أنا قلت لك ما رح أعمله. لا تعملي، بدي أتصل بالمحامي هلأ. ألو إيه نعم. قلتي لي هذا آخر طلب؟ إذا بتعمليه بيكون الأخير بوعدك. ماشي، أنا اللي رح ساوي الأكل. برافو عليكي، هي كنتي الشاطرة. يلا تعي معي رح قلك شو تعملي. ليكي عم فكر نعمل شوية كاري ورز ومقالي وبطاطا وقطع بطاطا وصلصة تمر هندي ومقالي محشية وكمان لحظة استني شوي، يعني لشو كل هاد؟ أنا أصلاً بعمري مو سمعانة فيهم، كيف بدي أعملهم؟ لك لا تاكلي هم، أنا رح أعلمك. حماتك هون مزبوط، وبهالطريقة منقدر إنه نقرب من بعضنا. يلا يلا.
راسك عم يوجعك؟ خد هذا دواء بتصير أحسن. رح ساعدك فيه. ليكي رشا، ما في داعي أبداً إنك تعملي حالك مهتمة فيني، ماشي؟ ما حدا شايفنا هلأ. سامر، أنا ما عم مثل عليك، أنا عن جد مهتمة فيك. سامر، أنا بعرف أني قصرت بكتير شغلات معك، بس أنا بزعل لما بشوفك عم تتوجع يا سامر. أنت تغيرت، وأنا بعرف أنه هالشي بسببي وبسبب اللي صار، بس سامر أنا حبي إلك ما تغير. أنا بحبك مثل ما كنت حبك قبل، ويمكن أكتر حتى، ولساتني بتمنى مثل قبل إنه أنا وياك نعيش بسعادة مع بعضنا طول العمر وما نزعل من بعض أبداً. أنا لسه بدي إنه علاقتنا تنجح يا سامر، وهالشي هاد ممكن سامر، لسه ما خرب شي. لا، كل شي تدمر، بس نحنا بنقدر نحاول إنه نصلح هالشي هاد. أنا بقدر صلحه، مع إنه لازم أبذل كل جهدي لحتى أحقق هالشي. سامر، أنا رح أبذل جهدي لحتى قرب المسافة اللي صارت بيناتنا أنا وياك، والحب والثقة رح يرجعوا لعلاقتنا مثل قبل، ورح يجي يوم وما نضطر فيه نتظاهر قدام الناس أنه نحن كتير مناح ومبسوطين. طيب، اعملي اللي بدك إياه، انت نزعتيها ولهيك انت صلح الوضع، بس تذكري شغله واحده، انا ما رح ساعدك لحتى اقرب المسافه اللي بيناتنا. طيب سامر، انا رح اعمل كل شيء، انت بس اعطيني هالفرصه. انت لازم تعطي فرصه لعلاقتنا، فيك تعطي هالشي صح؟ هي فيني رشا، بس كمان تذكري انه انا قلبي انكسر مرة، واذا رد انكسر اكيد ما رح اتحمل. انا بوعدك يا سامر، رح صلح كل شي ورح حاول رجعه مثل قبل. واترك لي علاقتكن والخراب تبعها لإلي. صباح الخير. صباح النور ماما. شوفي، بما أنكن عرسان جداد فهلأ أنتو أكيد ما عندكن علم قدر صارت الساعة وقدر صار الوقت متأخر. المهم أنا إجيت لقلكن أنه صار وقت الفطور، هلأ صارت الساعة 10. عن جد؟ أسفين ماما، كنا هلأ نازلين. أول كم يوم بالزواج بيكونوا عن جد كتير حلوين، وهاللحظات هي ما بترجع أبداً. ما في داعي تتأسف وكونوا مبسوطين. أكيد أنتم مستغربين هلأ كيف عم بحكي معكم هالحكي هاد، بس بصراحة أنا ما قدرت أمنع حالي من هالشي لما شفت الحب اللي بيناتكم. وقت عرفت أنكم كتير مبسوطين مع بعضكم ومرتاحين، وهلأ ننزل نفطر سوا؟ سمعت إنه الحفلة كانت حلوة كتير مبارح. إيه كانت بتجنن، ورشا إجاها مصاري وهدايا من كتير ناس مهمة. إيه تمام، حلو كتير. رشا، شو رح تعملي بكل هدول المصاري؟ بصراحة أنا بدي أعطيهم كلهم لسامر.
المصاري لإلك، ليش بدك تعطيهم لسامر؟ وأنا شو بدي أعمل بكل هدول يعني؟ سامر بيعرف شو يعمل فيهم. ممتاز، أنا بعرف إنه الزوج هو يلي بيعطي مصاري لمرته. طيب سامر، ليك يا ابني، أنتوا بما إنكم رايحين على أوروبا، إذا بدك خد رشا على السوق خليها تجيب شوية أغراض. ليش لا؟ بس مو اليوم، باخدها غير يوم. بصراحة أنا عندي اجتماعات كتيرة بالمكتب، لهيك يومي رح يكون كتير مشغول. يلا يلا موفق يا ابني. بالإذن منكن. ليش اليوم ما جبلنا عصير برتقان؟ أنا رايح أجيب. سامر؟ سامر؟ سامر، أنا اليوم رح أعمل الغدا هون وأبعت لك على المكتب. ما في داعي رشا، أنا رح أطلب أكل من برا وأكل. سامر أنت معصب مني ما هيك؟ بس شو دخل؟ الطبخ دائماً أحسن من أكل برا، لهيك رح أجي وجيب لك الغدا معي. طيب ابعتي الغدا، بس مو أنت اللي رح تجيبي. على كل حال الشوفير اللي عنا رح يجيب ملفات لبابا من المكتب. ابعتي الأكل معه. الظاهر إنه عن جد اليوم رح يبلش بطريقة كتير ظريفة، وحابة كتير شوف كيف رشا رح تقدر تبعت الغدا لجوزة سامر. شوية حنية غدر الزمن.